الأسواق مع ضيفي من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. صباح الخير رائد، أهلا بك معنا في البرنامج. السؤال، هل يعيد الهانغ سينغ سيناريو النازداك في بداية الألفية؟ صحيح نور، يعني نحن عم نشهد نوعا ما موجة إيجابية واضحة، ويعني توجه واضح من قبل المستثمرين الصينيين نحو الأسواق مرة أخرى، وذلك بنتيجة توقف اللوكداونز وعودة الحياة مرة أخرى واستعادة ثقة المستثمرين أو توقعهم بأن يكون هناك فورة وانتعاشة بأسواق الأسهم الصينية. طبعا لا ننسى أبدا أنه في عنا الانتعاشة، يعني بالنسبة الأسواق الصينية يجب أن تكون، يعني يجب أن يكون المستثمرين حذرين بشأنها، لأنه هي ممكن أن تكون على مدى قصير نسبيا، وذلك تماشيا مع الجو العام للأسواق العالمية والانقلاب في السياسات النقدية حول العالم. بالتالي تأخر الصين في هذا الأمر بلا شك سوف يفتح نار التضخم كذلك الأمر داخل الاقتصاد الصيني، وهو أمر سوف يكون من الصعب جدا معالجته، خصوصا إذا نظرنا إلى جيران الصين اليابان على سبيل المثال كيف تعاني من عمليات التضخم المتراجع أو الانكماش بعد أن كانت في سابقا تعاني من ركود تضخمي. إجمالا ما ننظر إليه حاليا في الأسواق الصينية هو عملية تعافي إيجابية مؤقتة لا أكثر من ذلك. طيب رائد، كنت أنا قد ذكرت في المقدمة، مقدمة البرنامج لصباح اليوم في افتتاحية اليوم، أنه الأسواق تتأرجح، الأسواق العالمية يعني بمعظمها تتأرجح، كان أسواق الأسهم وحتى أسواق العملات وغيرها من الكوموديتيز تتأرجح بين الريسك أوف سنتمنت والريسك أون سنتمنت، تسجل ارتفاعات الأصول المرتبطة بالدورات الاقتصادية والإيكونوميك سايكلز، تسجل ارتفاعات على غرار ما نراه في البر الصيني مع عودة الافتتاحات وهذه القفزة التي نراها على سي اس اي 300. بالمقابل نرى الريسك اوف سنتمنت والتراجع على اصول ذات مخاطره مرتفعه مثل العملات المشفره وغيرها. اين فعليا تقف الاسواق الان؟ الى اي كفه هي اقرب؟ أنا أعتقد هي الأسواق ترجع تحت عبء كبير جدا، وهو مخاطر الكساد، مخاطر صعوبة تحقيق ما يسمى بالسيف لاندينج التي تم ذكرها كثيرا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وهو الانقلاب في السياسة النقدية من سياسة تحفيزية حادة إلى سياسة تشددية ورفع في أسعار الفائدة، خصوصا أنه كان في عندنا تأخر نسبي في عملية تشديد السياسة النقدية. نحن عم نتحدث أنه الفيدرالي يعني بعد البيانات الأخيرة التي صدرت الأسبوع الماضي ارتفعت إمكانية، أو حسب الفيد ووتش ارتفعت احتمالية أن يكون رفع أسعار الفائدة بثلاث مرات 50 نقطة أساس في كل مرة بشكل كبير جدا، وأصبحت هي الأكثر تصدرا للاحتمالية. بالتالي هذا يعني مزيد تشديد قاسي في أسعار الفائدة، وهذا بلا شك أنت عم تسحب السيولة الرخيصة، عم تسحب القروض الرخيصة من القطاعات والشركات. إذا قمت بهذا الأمر فبلا شك سوف يؤثر سلبا، وهذا ما إذا عدنا بالتصريحات الأخيرة لبلاك روك اللي كانت أكبر المحافظ الاستثمارية أو الهيج فاندز في الولايات المتحدة الأمريكية، السي او كان عم يحكي بكل وضوح أنه زدنا رهاناتنا على أنه يكون في عندنا كراش أو تصحيح عميق في الأسواق الأمريكية. بمعنى آخر اللي أنت تفضلتي فيه أنه المستثمر أصبح أكثر انتقائية بشكل كبير جدا في الفترة الحالية، ويبتعد عن الريسك أون مود بشكل كبير، وأعتقد هذا الأمر سوف يتعمم على كامل الاقتصاد العالمي طالما أنه التضخم عندي أنا حاد وأسعار الفائدة حادة كذلك الأمر، بلا شك ستتضرر المشروعات وسوف تفقد السيولة الرخيصة. طيب أنا أريد أن أتحدث مرة جديدة عن الأسهم التكنولوجية، ولكن الآن سنقارن إذا سمحت بين الأسهم التكنولوجية في الولايات المتحدة وفي آسيا، إذا ما وتحديدا في هونغ كونغ، هذه العودة والقفزة الكبيرة التي عدنا لنراها على الأسهم التكنولوجية في هذه المرحلة في الوقت الذي نشهد تباعدا إلى حد كبير ودوران بعيدا عنها في الولايات المتحدة باتجاه أسهم القيمة، رغم أنه كان هناك بعض المؤشرات الإيجابية يوم أمس خصوصا بعد الأمازون سبليت، الستوك سبليت. هل من الممكن أنه أن يكون هناك دايفيرجنس أو تحول كبير بين حركتي أسهم التكنولوجيا آسيويا وأمريكيا، أو أنه الكونفيرجنس أو العودة إلى المسار الواحد محتم في هذه المرحلة؟
أعتقد أنه تم خلق نوع من السايكل بالماركت. رأينا كيف يحدث هذا الأمر، رأينا انتعاشة نتفليكس، رأينا انهيار نتفليكس وتراجع أعداد المشتركين، أو من ثم يعني الضغط بشكل كبير على أسعار السهم. أعتقد السيناريو يتكرر داخل الصين، الانتعاشة بعد رفع الريستريكشنز أو اللوكداونز اللي كانت موجودة على العديد من المدن بشكل مفاجئ وسريع، أكثر من 52 مدينة مباشرة فتحت أنت القيود على هذه المدن، إيجابية مفرطة داخل الاقتصاد الصيني. ما يلتقط في الأذهان حقيقة النور هو قطاع التكنولوجيا الذي كان مستفيد بشكل كبير جدا من مرحلة الحصار أو من مرحلة اللوكداونز، أو من ثم يعني شهية المستثمر واضحة تجاه هذا الموضوع. ولكن مع يعني عودة دورة الاقتصاد بشكل حقيقي وتحقق البيانات الوظائف بشكل فعلي، ومن ثم ظهور سحب التيسيرات وسحب التسهيلات التي كانت قد تقدمها الحكومة خلال فترة اللوكداونز، أعتقد هذا سيظهر بشكل واضح أن قطاع التكنولوجيا تحت الضغط، عملية تصحيح عميق نسبيا، وممكن أن يتكرر السيناريو. هذا هو التفسير الوحيد. بينما إذا رحنا إلى الاقتصاد الأمريكي فنحن عم نشوف نحن عملية يعني أوسع نطاقا، وليس فقط قطاع التكنولوجيا، عملية تصحيح أكثر وضوحا يعني تتضح معالمها. نحن موجهين أكثر إلى أن يكون في عندي هبوط أكثر حدة على مؤشرات داو جونز، ممكن أن يزور مستويات دون 31,000 خلال الفترة القادمة. وهذا بنتيجة أنه في عندي وظائف التي يتم إضافتها ليست بالجودة الكافية داخل الاقتصاد الأمريكي، وذلك بالمقارنة أو المضاهات للتضخم الحاد الذي يقبع من مستويات مرتفعة ويستقر عند تلك المستويات، في حين الأجور بمستويات نمو ضعيفة جدا. فهذا سوف يخلق بلا شك عندي في الفترة القادمة عملية عجز، أنه أنا عندي الأجور أقل من نسبة ارتفاع التضخم، بالتالي سوف يكون هناك تغير في الباترنز أو النماط الاستهلاكية للأفراد، وهذا ينعكس سلبا على أداء الشركات وقطاعات الأعمال التي خسرت التمويل الرخيص كما ذكرنا. أنا أشكرك جزيل الشكر رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، على هذه المشاركة معنا صباح هذا اليوم. شكرا لك.